مرحبا يا حلوين، كيف الكل؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. انتوا عم تحضروني اليوم، اذا كنتوا عم تحضروني لاول مره، هاي انا اسمي مريانا. هاي طاروا الشعر. اذا حبيتوا هذا الفيديو تحطوا لايك، تعملوا شير وسبسكرايب. رابط الانستغرام كمان بتلاقوه موجود بصندوق الوصف تحت. بفيديو اليوم رح نعمل مع بعض ميك اب توتوريال لهذا اللوك اللي طالع قدامكم على الشاشه. حبيت اني هالمره انا بالعادة بعمل لوكات شوي ناعمة ورايقة. فيديو اليوم رح يكون شوي لوك هيك اوفر، مانو كتير ناعم. رح فرجيكم فيه خيارين للحمرة، حمرة غامقة على احمر وحمرة نود هيك شوي على فاتحة. فحبيت اعطيكم الخيارين، حبيت اعمل لوك يروح مع الخيارين، واذا حابين تشوفوا كيف عملتوا خليكم تابعين. او يلا ببلش. بس شيلها الأول هيك، نحطها هون هيك. هلا انا كل اللي عملته بس اني عملت حواجبي. رح انتقل للعين. رح اول شيء احط كنسيلر على كل العين. رح استعمل الالف كامو كنسيلر. اوكي، بعدها رح ثبت بشكل كتير خفيف الجفن. ما رح ثبته كتير لانه رح استعمل جل. العلبة اللي رح اخذها هي علبة Too Faced Chocolate Gold. رح استعمل منها بس كم لون، ما رح يكون في كتير. رح اخذ اول شي هاد اللون البيجي واثبت فيه الكنسيلر اللي حطيته. رح ركز هذا اللون على كتير على كسرة على تحت الحاجب، لاني ما رح احط اي لون تاني هونيك. اوكي، هلا بعد ما صارت العين عندي جاهزة للشغل، رح باخد فرشاية تكون بهالشكل لك. وكيف هاي الفرشاية من كولر بوب. رح اخد جيل لاينر، رح استعمل هذا من ميبلين. رح اخده وبلش ارسم الخط الاسود. لكم حتى زايد على ايدي قبل حتى ما يطلع كتير على العين. ما تاكلوا هم، لازم يكون كتير بيرفكت يعني من البداية لانه رح يتلون كله بعدين. اوكي، مبدئيا رح اتركه، رح اترك كم هيك سنتي لبرا، ما بدي اسكرها لتحت لانه بدي اعمل الرفعة. اوكي، هعمل نفس الشي على الطرف الثاني تقريبا بهذا الشكل. بعدها بدي اخذ اعمل الرفعة. هلا نحن رسمنا الاطار، بدنا نعبي كله بالاسود. رح اغير الفرشاي من الجل، رح ابي هلا اسود كل المكان الفاضي لحد الخط. كنتوا تنتظروا للنهاية، ما تخافوا من البداية ابدا. اوكي، ما تخافوا من هذا الشكل، خلوكم مصابرين. هلا بعد ما خلصنا هالخطوة يلي رح نعمله انه رح اخذ اي شادو يكون اسود فحم مطفي. رح اخذ نفس العلبة، كتير سواد حلو هذا الاي شادو، فرح اخذ وضبطه باللون فوق كل الاسود اللي حطيته. هلا مثل ما ملاحظين في هيك مثل شوية فراغات، في شي مانو ظابط، تحسوا هيك مانو املس ساوي اسود اسود. فبهالطريقة رح يتثبت عندي الكريم ورح يطلع عندي سواد بجنن. لكو سواده. شايفين كيف مورق زميلي اللي قطع الكاميرا؟ بلش كتير يهر. فلما تعملوا هيك لوكات كتير بنصح انه تعملوا العين قبل الفاونديشن صبايا، خاصة إذا عم تلعبوا مع أسود، مع ألوان غامقة، حتى مع برق، إذا عندكم احتمال الهرران. ف
اوكي شغل هون الفرق. المشكلة مو بيحطط على الميك اب، مشكلة بشيال على الميك اب. ليكون الأسود على الأيلاينر من على إيدي اللي ساعة محفلك وما عم يروح. اوكي هلا الخفر اللي بعده على العين رح اخذ لون يكون له برق، فيكم تحطوا اي لون. مثلا انا عم افتكر رح احط هاد او هاد، ممكن يطلع حلو، حتى هاد بيطلع حلو. رح جرب احط انا هاد اللون لاني بروح مع القميص تبعي. فاللي رح اعمله اني رح اخذ وطبطه هيك شوي صغير اللون، او نسيت اني ارجع حد الميكروفون. ف خدت من فضلكم هذا اللون وطبطبت على الوسط. اوكي بدل حتى قوي اللون اكثر رح بخ شوي من مثبت الميك اب اللي عندي، حلو مثبت، ورح احطه باللون. اوكي و حاول اني اقوي اللون اكتر. التحديدة الاولى كانت بس لحتى اشوف وين بدي احطه بالضبط، بعدين بقوي اللون اكتر، خاصة انا عم العب مع اسود فما عندي مجال للغلط. ما بدي ادقر لبرا. اوكي هذا الشكل. بعدها رح انتقل البشرة، بعدها رح كمل العين لاني بحاجة اني احط الكنسيلر. هلا رح نشتغل شوي على السريع. رح استعمل اول شيء البرايمر من اسنس هلو جود ستاف. بعدها بالنسبة للفاونديشن رح استعمل الفاونديشن اللي حاليا كتير محبه، الكاتريس ترو سكين. انا بستعمل لون رقم 20 warm beige. شو قاعد عملت الزبازب حالي فعين نورا وخصوص. اوكي بعدها رح انتقل للكنسيلر، نفس الكنسيلر اللي استعملته فوق لالف. رح ثبت كل شيء بالـ OV Perfector Powder. بعدها رح خلص العين. اوكي هون خلص العين شيلها من وشنا. رح استعمل هذا الايلاينر من YSL، رح ارسم فيه خط بقلب العين وعلى خط الرمسوس العلوي. تحاول اني انزله شوي صغيرة لتحت حتى ادمجه. بعدها رح ندمج شوي الايلاينر من تحت، رح ارجع للون الاسود. اخر شيء رح ببداية العين اعمل مثلث، رح استعمل الايلاينر المفضل عندي من ميك اب ريفولوشن. هلا بكل رواء بدي ارسم خط من فوق، بدي اعلم محل اللي رسمته. اوكي
اصل عند الذهب ما بدي يكتر. اوكي هلا بلش يعني يتجمع اللوك على بعضه. شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل هلا يا ميمي؟ هلا رح اروح بس تكي خلف الكاميرا حط المسكرة والرموش وبرجع لحتى نكمل البشرة. اوكي رح حط المسكرة عليهم بعدين لحطت الرموش، بس حاسهم كتير تقال اول مرة بستعمل هاي الماركة بصراحة، ما اني كتير حاببتهم. المهم رح ننتقل للبشرة، حاسهم كتير ما تقال عيوني لحالهم ما بذكروا. اوكي رح استعمل الهولا برونزر، رح اعمل شوية كونتور وتسمير للبشرة. بالنسبة للبلوش رح حط بلوش ناعم وهيك له لمعة، فرح استعمل هذا البلوش اللي قدي لونه فاتح من كيكو باللون سيلكي ساند. بالنسبة للهايلايتر رح استعمل اذا لقيت انجوي باوري هايلايتر باللون سيترين، كمان جاي هيك على جولد شامبين. لك قد حلو هذا الهايلايتر. لا بس ما حطيت ماسكارا، كنت عم استنى الرموش ينشفوا، فبس رح احط دور صغير ماسكارا. رح استعمل هاي من ميبلين، حط شوية رموش من تحت. اوكي نجي اخر شي للحمراء. مثل ما قلت لكم رح استعمل لونين، اول شي رح احط لكم النود، رح استعمل هاي هذا المحدد من اسنس اللي اسمه stay 8 hours lip liner. اللون just perfect، لونه جد كتير حلو كتير perfect. فوق رح استعمل هاي الحمرة من NYX باللون ابو ظبي. بالوسط هيك شوية صغيرة عم حط شوي من حمرة اوفرا، لانه حسيت كتير صار على زهر، بدي شوي تعدل على بناني اكتر، فعم استعمل هاي باللون مانيلا. هيك كيف بدي طبطبة، بس طبطبة بهذا الشكل. فإذا هاد عندي الخيار الأول، كتير حابة اللوك صبايا، خاصة مع هيك مع اللبسة هيك معه. اوكي اما خيار الحمراء التالي رح استعمل هذا المحدد من NYX باللون سبايسي. فوق رح استعمل هاي الحمرة من H&M باللون ناك اوت. فإذا حبايبي هذا الخيار الثاني الأحمر، بصراحة الاثنين حلوين، أنا بفضل النود لأنه already هو كتير أوفر، بس كل سبي هي وذوقها. بتفرجيكم الخيارين، اكتبوا لي أي خيار حبيته أكثر وإذا حبيتوا هذا اللوك أو لا. فإذا حبايبي هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، أتمنى من قلبي أنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وقضيتوا وقت حلو، تكون سنة حلوة وأعياد مجيدة ومباركة. لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب، لا تنسوا كمان تابعونا على الانستغرام، اسمي رح يطلع عندكم على الشاشة، رابط الانستغرام تلاقوه كالعادة في صندوق الوصف. وبس هلا صار فيني ودعكم، قلكم اني
بحبكم من كل قلبي، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.